قبل المباراة. عرفتوا علي كيف؟ للجميع بعطي كلمة اللي بحب يحكي فيهم كمان، أنا بس بدي أقدمهم لكم. تفضل. الله يعطيك العافية. إحنا حابين نقدم لكم مكافأة قبل اللعبة مش بعد اللعبة. مشكور. وإحنا معاكم إن شاء الله بنقدر لكم، بس إحنا برضه بدنا منكم إن شاء الله بيض وجهنا.